السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أحلامنا وأن يحقق آمالنا وأن يحسن ختامنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويوسع أرزاقنا وأن يحببنا في بعضنا البعض، وأن ينزع من قلوبنا الحقد والحسد والبغض، وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يهدي رجالنا وشبابنا ونساءنا وأطفالنا إلى طريق الخير والرشاد، آمين يا رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا استقبال اتصالات حضراتكم لتفسير أحلامكم بما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا من علم. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن ينير أبصارنا وبصائرنا، وما كان من صواب فمن الله الحنان المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، نعوذ بالله تعالى من شر الإنس والجان، آمين يا رب العالمين. الأستاذة، أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عبد الحميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. تفضل يا أستاذ عبد الحميد. شيخ نورت شاشة. نورت شاشة يا دكتور، حبك في الله يا شيخ. مع حضرتك، تفضل يا حبيبي. أنا سامعك يا أستاذ عبد الحميد. أنيس الشعبية من تونس، من المؤثر قصيدة شعرية. سأذهب إلى تونس العاصمة وأنيك ورئيس حكومة تونس المكلف يوسف الشاهد وفاحشه من ترمته، وأحشي ذكر الزخم الطويل في سقف ترمته، أقذف المنية في المصرين الملتهبي، وأمره يرضى قضيبي بشفتيه ولسانه رضا لم يحدث مثله في التاريخ، يستعمل فيها يده وأصابعه الناعمة حتى أقذف المنية في فمه، ثم أحشي 100 جرام مسحوق فلفل أحمر في مصرين ترمته ليلتهب المصران تستعلو فيه النار، ثم أحشي فيه قضيبة استمتع بالحر الشديد، وبعد ذلك احرق بنار ولاعه الشعر كثيف المنتن الذي في شق ترمته، ثم احرق بالموسى بقيه الشعر في ترمته، ثم اغسل كامل ترمته وشقه بالماء والصابون الفواح 7 مرات لازيل رائحه نجاسه منتنتي المتراكمه طوال 41 سنه ماضيتي، وادهن ثقب ترمته باحمر الشفاه وارسم محيط الثقب بالقلم الاسود، ثم ارسم حبه زمان سوداء بجانب الثقب البديع الجذاب، ثم ادهن كامل شق ترمته بالشوكولاته السائله والحص الشق من اسفل الى اعلى مرورا بالثقب، ثم الحص من اعلى الى اسفل ومن اسفل لاعلى مرورا بالثقب هكذا حتى يجف الشق ويلحص كل شوكولاتتي، واحشي لساني عميقا في ثقب ترمتي اتذوق المصران هل هو مالح الحلو او حلو حار او بارد طعمه مرا او لذيذ، ثم استلقي عاريا على ظهري فوق الفراش وامره يركب على قضيبي يحشيه في ترمتي طارئا هابطا حتى اقذف مني في مصراني ساخني، وفي الختام احشي ساقه طويله خشبيه في ثقب ترمتي ادق حافتها بالمنطرقه بعنف حتى تدخل كله ويتمزق الثقب والمصراني، والسلام عليكم ورحمه الله. الشاعر انيس شعبان من تونس المنصير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ عبد الحميد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الاستاذ عبد الحميد يتكلم باللغه العربيه الفصحى، المشكله بس ان هو جزائري، المشكله ان هو سريع جدا جدا جدا، يعني سرعة رهيبة، مش عارف ليه سرعة، هل هي الإعادة عنده ولا خايف الرصيد يخلص، الله أعلم. ففيك طبعا كلام كتير سقط مني ومن فريق العمل طبعا،
لكن اللي وضح لي ان الرؤيه طيبه ان شاء الله. يعني انا سمعت ان حضرتك بتقول الغسل بالماء والصابون، انك بتغسل بالماء والصابون، ده تطهر ان شاء الله تعالى، غفران ذنوب، زوال هموم، جميل جدا. وبعدين اعزك الله تذوق الشوكولاته، سمعت كلمه برضو انك انت تتذوق الشوكولاته وطعمها لذيذ، جميل. الحلويات حياه سعيده، حياه طيبه، حياه حلوه ان شاء الله تعالى، واخبار ساره ومناسبات سعيده. وسمعت برضو حضرتك بتقول استلقي على السرير، النوم على السرير راح بعد تعب وفرج بعد كرب وسرور بعد حزن. فده اللي انا سمعتهم من رؤيا حضرتك، ولكن ارى ان شاء الله تعالى ان الرؤيا طيبه ومبشره باذن الله تعالى بالفرج وبالفرح وبالسرور ان شاء الله تعالى، والله اعلم. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذه الحاجه فاطمه سباق تقول: رايت في المنام امي المتوفاه وتريد ان تسال يعني عن رؤيه الام في المنام على العموم. طبعا الام في المنام المتوفاه رؤيتها، وخاصه اذا جاءت في صوره طيبه، في صوره سعيده، في هيئه حسنه، فتدل رؤيا على الفرج للرأي وعلى السرور وعلى الشفاء إن كان مريضا، وعلى سداد الديون إن كان مديونا، وعلى سعة الرزق إن كان هناك ضيق في رزقه. لكن لو جاء المتوفى في المنام للرأي وهو بحالة غير طيبة، يعني جاء مهموما، جاء حزينا، جاء يشكو من مرض أو ما شابه ذلك، فإن الرؤية تدل على أن هناك هما يعاني منه الرأي نفسه، أو هم يعاني منه أحد من أقارب المتوفى على العموم. فالمتوفى كما نعرف أنه يعلم كل شيء عن الحي، كل شيء يعلمه عن الحي، فهم يعلمون ولا يعملون، الأموات يعلمون ولا يعملون. فطبعا إذا جاء مهموما فهناك شيء يضر أهل بيته وهو حزين لذلك، أو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، أو تقصير في حق بعضهم البعض. نسأل الله تعالى الهداية وصلاح الأحوال. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه. يعني لو هناك كلمة تقال للأب أو الأم فيها تعبير عن التأفف، عن الإصدراء، أدنى من أف، أقل من أف، لنهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، يعني مهما عمل من صالحات وهو يعق والديه فلن يرضى الله سبحانه وتعالى ولن يدخله الجنة. وليعمل البر ما شاء أن يعمل فلن يدخله الله النار، يعني سوف يدخل الجنة إن شاء الله تعالى طالما أنه بار لوالديه. وطبعا طالما أنه بار لوالديه لن يعمل إلا الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى سوف يوفقه إلى عمل كل ما فيه الخير وكل ما فيه الرشاد. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له حجة مبرورة. قيل: يا رسول الله، وإن نظر في كل يوم 100 مرة؟ قال: وإن نظر في كل يوم 100 مرة فالله أكبر وأطيب. يعني تخيل لو أن الولد أو البنت، الرجل أو المرأة، نظر إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى كليهما نظرة فيها رحمة وفيها شفقة وفيها عطف، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه على هذه النظرة ثواب حج، ثواب حجة. فأحد الصحابة قال: لو نظر في كل يوم 100 مرة يعني ربنا يديله ثواب 100 حجة، يقصد ذلك. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: نعم، الله أكبر وأطيب. وشوف احنا عندنا بعض الشباب بيعمل ايه مع أبيه وأمه، لا يسمع الكلام وقد يهينه
والديه أو يهين أحدهما، فدي مشكلة صعبة جدا طبعا. وسبحان الله، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على عنقه، فقال له: يا ابن عمر، أترى أني وفيتها حقها؟ يعني جازيتها زي ما كانت بتعمل معايا وأنا طفل صغير وطلع عينها معايا؟ قال: ما جازيتها ولا بطلقة من طلقاتها، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيب على القليل كثيرا. الله كريم طبعا. وأحد الرجال ذهب إلى الإمام أبي إسحاق البخاري وقال له: لقد رأيتك البارحة في المنام ووجهك ولحيتك مرصعة بالجواهر واليواقيت، مرصعة بالجواهر واليواقيت. فقال: صدقت، فإنني قبل أن أنام مسحت لحيتي تحت قدم أمي، مسحت لحيتي تحت قدم أمي. شوف الصحابة وشوف التابعين وشوف العلماء كانوا بيعملوا إيه مع الوالدين. الأستاذة آيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة آيات. أيوة يا شيخ، لو سمحت. أمريني يا فندم. أحلمت إن أنا رايحة استحمى علشان أروح أحج، وبعدين دخلت الحمام قعدت أعمل حمام مية كتير. نعم. وبعدين زي ما يكون إيه هدوم البيضة قال إيه موجودة عشان ألبسها وأروح أحج، فإيه وقلت هخش استحمى عشان أروح أحج وبس، بس دنيت نعمل مية كتير مية كتير، قلت أعمل حمام وبعدين هستحمى واروح الحج. طيب ايه يا شيخ، حضرتك بتفكري تحجي يا استاذه ايات؟ يعني بقول يا رب، بس الظروف ما بتسمحش والله. ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن بس الله. بس انا عيانه يا شيخ، انا عيانه يعني يا دكتور. ابشري يا استاذه، ابشري. ابشري بالشفاء، وابشري ان الله تعالى قد كتب. هقول حلم تاني لو سمحت. اتفضلي يا فندم. حلمت ان بنتي حلمت ان هي لابسه فستان احمر وعماله ترقص مع صاحبتها، وصاحبتها ديت تفرحها ولابسه ابيض، وهي بتقول الناس كلهم قاعدين مالين صحابها يعني قاعدين يتفرجوا، بس هي الوحيده اللي عماله ترقص مع صاحبتها. كان في صبيان ولا كلهم بنات؟ لا كلهم بنات. كلهم بنات. يعني فرح صاحبتها. فرح صاحبتها، بس هم ايه يعني اصحابها بيقولوا ايه، هي بتستغرب، البنت بتستغرب ان ايه ان هي الوحيده فوجئت ان هي اللي عماله ترقص مع صاحبتها وهم كلهم قاعدين. هي الوحيده اللي فرحانه قوي يعني. ولابسه فستان احمر طويل كده وماله ترقص مع صاحبتها، يعني صاحبتها دي اتجوزت اصلا. متجوزه اصلا؟ صاحبتها دي متجوزه ولا لسه لم تتزوج؟ هي حلمت الحلم بعد ما صاحبتها دي اتجوزت يعني. تمام يا فندم. بنت حضرتك في سن الزواج؟ يا شيخ. ربنا هيكرمها ان شاء الله. حاضر يا رب. حاضر يا فندم يا رب. حاضر. ماشي، شكرا. العفو. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول للاستاذه ايات بارك الله فيها، ان من اراد ان يحج ولم تمكنه ظروفه المادية أو الصحية من الحج، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب له ثواب حج بالنية. ناوي يحج لكن مش قادر، ربنا هيديله ثواب حج. واللي ناوي يعمل أي خير لكن ظروفه المادية أو الصحية لا تساعده، فإن الله تعالى يعطيه ثواب هذا العمل وكأنه عمله، لأن الله كريم سبحانه وتعالى. هي طبعا شفت انها بتتجهز للحج، تستحم، جميل، الاستحمام حلو، زوال هموم، شفاء من مرض، وهي قالت انها مريضه، وان شاء الله تعالى ان صدقت رؤيا ربنا يكرمها بعد ذلك ان شاء الله. ما فيش حاجه كبيره على ربنا وما فيش حاجه بعيده على ربنا ابدا بالحج او العمره، لكن ربنا سبحانه وتعالى راض عنها، هي سيده طيبه ان شاء الله تعالى، وهي سيده فاضله. الحمام في المنام قضاء الحاجه، يعني ربنا سوف يقضي لها حاجه، في حاجة ربنا هيحققها لها، في إن شاء الله شفاء لها من مرض، في زوال كرب بإذن الله تعالى. والملابس البيضاء صلاح أحوال وتدين والتزام وفرح، ما لهاش حل يعني ملابس البيضاء. الرؤية الثانية بنتها بترقص عزكم الله وتلبس ملابس يعني فساتين حمراء في فرح صاحبتها، دي رؤية كويسة، هي مع وسط بنات، ما فيش رجالة، ما فيش اختلاط يعني، وفرحانة بصاحبتها وكده. صاحبتها دي بإذن الله تعالى إن صدقت رؤيا ربنا سوف إن شاء الله تعالى يسعدها مع
مع زوجها إن شاء الله، وقد يكون هناك إنجاب إن شاء الله تعالى. وهذه الفتاة بنت الأستاذة آيات إن شاء الله ربنا يكرمها بالزواج القريب بإذن الله بمشيئة الله. البنت مع البنات فرحانة ومبسوطة مع كلهم بنات، يبقى إن شاء الله ربنا هيسعدها قريبا بإذن الله تعالى. وبعدين الفستان الأحمر كويس، مش وحش للبنات، مش وحش جدا، يعني ده فرح وسرور بإذن الله بمشيئة الله. فلتستبشر بالسعادة لها ولصاحبتها بإذن الله تعالى إن صدقت رؤيا، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. عايز ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك وبارك لك في عمرك، لأن أهم حاجة البركة في العمر. ممكن واحد يعيش عمر طويل جدا لكن ما فيش بركة في عمره، ما عملش حاجة له ولا للناس ولا لله سبحانه وتعالى، يبقى إيه اللازمة؟ لكن البركة في العمر، ممكن إنسان يعيش عمر قصير مش كبير لكن عمل له ولغيره، وطبعا قبل كل ذلك عبد الله سبحانه وتعالى، يعني عمل حساب الدنيا وحساب الآخرة وأفاد نفسه وأفاد الناس من حوله. نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا. وبعدين اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، لأن ممكن واحد يكون ربنا موسع عليه في رزق لكن ما فيش بركة. ممكن واحد يبقى رزقه قليل لكن فيه بركة، فيه بركة. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رب العالمين. فأنت عايز الاثنين دور، لربنا يبارك لك في عمرك وبارك لك في رزقك، فعليك بأن تبر والديك وأن تصل رحمك أقاربك. فالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ببر الوالدين. وعندما جاءه شاب يشكو له سوء خلق أمه، يقول له إن أمي عصبية مثلا أو عزكم الله يعني تتطاول علي بلسانها أو ما شابه ذلك، فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال له: هل كانت سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر؟ قال: يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال: هل كانت سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين؟ قال: يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال: هل كانت سيئة الخلق حين أسهرت لك ليلها وأظمأت لك نهارها؟ طول الليل سهرانة وانت صغير طفل، سهرانة طول الليل وطول النهار ولا بتفكر في أكل ولا شرب، مطلع عينها، كانت سيئة الخلق؟ فقال: يا رسول الله ولكني جازيتها. قال: وكيف جازيتها؟ عملت معها؟ قال: لقد حججت بها على عاتقي، شلتها على كتافي كده وحجيت بها. قال: ما جازيتها، ما جزيتها. الأستاذ إحسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة، أهلا وسهلا. بس أنا عايز تعلي صوت حضرتك شوية يا أستاذة. علي صوت حضرتك ووطي صوت التلفزيون شوية. وطي صوت التلفزيون يا أستاذ. هو الصوت عندنا عالي يا جماعة. أنا شفت أنا في ثاني دور عندنا، هو أصلا مش مظبوط. الصوت واطي، عايز الصوت يبقى عالي شوية. تاني دور عندنا مش مصبوب. فأنا شفت ان هو مصبوب، وتالت دور مبني ومعمول عندنا كده واقف على الصب، ولقيت 5 بطات نازلين من الدور التالت عليا وانا في الدور التاني. 5 بطات؟ 2 بيض لسه خضر، وتلاتة ابيض فاسمر كده نازلين يصوصوا ودخلوا عليا في الدور التاني وانا واقف على الباب. بصيت لقيت الدور التاني ده اتفرش موكت وعزال وجهاز جميل جدا. فانا عاوز اشوف ايه البط ده والله، يعني عاوز حضرتك تفصل. حضرتك انت في بيتك في الريف يعني بتربي بط وفراخ وكده؟ بس ما بربيش في تاني دور. تمام، يعني تاني دور ده لسه ما تشطبش يعني؟ لا لسه ما تشطبش، متعرفش بس عيشش كده وخلاص، في فرن وحاجات فلاحي كده. تمام يا فندم، والله رؤية مبشرة يا ربي يبشرك بالخير. رؤية مبشرة بأن عندي رؤية صغيرة ثانية كده. اتفضلي يا أستاذة إحسان، اتفضلي. أنا شفت والدتي متوفية من 14 سنة. نعم. إن أنا رايحة داخلة بيتهم هناك، بيت أبويا يعني في المنصورة، أنا من المنصورة ومتجوزة في الغربية. أحسن ناس يا فندم. الله يكرم حضرتك. لقيت حاطة لي أكل غدا، رز وفراخ وشوربة، بتقول لي إيه كلي. كلي يا حبيبتي، وجاية مبسوطة كده.
فبقول لها طب ابويا فين علشان ياكل يتغدى معايا؟ قالت انت بتغدي انت وابوك الوقت هيجي يتغدى. ابويا برضه متوفي بقاله سنتين. الله يرحمه. الله يكرمك ويكرم حضرتك يا رب جميعا. نعم. قالت لك هيجي بعد شويه. نعم. قالت لا انا كلت بقى تاكل. قالت لي كل انت وابوك يبقى بياكل هو. تمام يا فندم هفسر لك. حاضر. حاضر. يعني كلت الاكل كان طيب يعني وحلو. ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يرحمهم. اسال الله تعالى ان يرحمهما وان يحسن اليهما هما واموات المسلمين. امين يا رب العالمين. ماشي يا فندم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رؤيا مبشره ان حضرتك شفت عزك الله ان البيت يعني مبني ومصبوب وفيه بط والكلام ده كله. فرؤيا بان الله تعالى سوف يوسع عليكم في الرزق قريبا ان شاء الله تعالى. الرؤيا تبشر بذلك والبيت هيتبني بمشيئه الله وهيبقى فيه خير كتير. البط هنا باذن الله تعالى رزق. البيت هيبقى فيه خير وفيه بركه كتيره جدا وفي ان شاء الله تعالى اولاد وبنات ونساء ورجال من الاقارب وفي فرح وسرور وسعاده باذن الله بمشيئه الله. وبعدين اعزك الله وبعدين بتقولي ده في عزال وجبنا عفش بشاره من الله بان البيت ان شاء الله تعالى قريبا سوف يبنى باذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين اللون الأخضر واللون الأبيض في المنام جميل جدا. مفيش أجمل يا أستاذة من اللون الأبيض واللون الأخضر. ملهمش حل. واللون الأسود طبعا في معظم الرؤى طيب جدا. فبشارة بصلاح الأحوال بإذن الله والسعادة والسرور. الوالدة المتوفاة اللي أنت حضرتك شفتها من 14 سنة وجات مبسوطة وسعيدة دي بشارة بأنها من أهل الجنة. بأن الله تعالى قد أحسن إليها إن شاء الله تعالى. وهي في الجنة بإذن الله. وبعدين بتاكل الأكل الجميل اللي حضرتك قلتيه دون بسم الله ما شاء الله. وحضرتك بتاكلي معاها برضو ساعة في الرزق. ساعة في الرزق وأنت بتدعي لها كتير. بتدعي لها كتير وبتعملي لها صدقات بتوصلها الصدقات دي والدعوات دي. فربنا سبحانه وتعالى راض عنك بسبب دعائك لوالدتك وبسبب الصدقات التي تهبين ثوابها لوالدتك. فالرؤية مبشرة لك كذلك بالرزق الواسع بإذن الله بمشيئة الله. ووالدك كذلك في أحسن حال بإذن الله تعالى وهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى بإذن الله بمشيئة الله. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ هيثم من السعودية يقول رأيت أنني أقص شعر رأسي. شاف في المنام أنه يقص شعر رأسه. رؤية جميلة. إن كان الأستاذ هيثم ينوي الحج فالرؤية تبشره إن شاء الله تعالى بالحج أو العمرة. الأستاذة أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة أسماء عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. اسمك حضرتك والده هو عايش والده مصور واصل خمس سنين اهوت هو عايش شفت خلصت عندما مكان مرتفع عنه. استاذة اسماء انا عايز حضرتك تكلميني كلمة كلمة كده بعد اذن حضرتك. والدي متواصل بقاله خمس سنين عليه رحمة الله وهو يعني عايش فهمت ان هو واقف على مكان مرتفع يعني مثلا معلو متر ونص كده عنه وقام لبسني تاج ابيض على يعني المرض وحاجات من دي كده وهو عايش برضه. ده في الحقيقة ولا أنت ولا في المنام؟ ده في المنام في المنام. لا آه. المنام يعني مش حافظ القرآن يعني كنت حافظ القرآن ونسيت يعني مش يعني ما أعرفش إن هو القرآن ولا حاجة ما أعرفش الأستاذ ده هو إيه. وهو دي الحلم الأول أقول الثاني؟ آه يعني شفتي والدك المتوفى إن هو بيلبسك شاش أبيض. لا هو عايش قبل ما يموت. الرؤية دي قبل ما يموت يعني. اي اتباع منه يعني انا اعلى منه بمتر ونص كده ولا حاجه وبيلبسني شات ابيض وعلى مرسح كده بالمظاط وحاجات يعني. طيب مش حصل لك خير بعد كده ان شاء الله؟ نعم. مش بعد كده ربنا اكرمك بحاجات وفتوحات كده ورزق بعد الرؤيه دي؟ نعم ربنا عنا كتير برضه. طيب الصلاه على النبي. ما هي رؤيه مبشره بكده ما شاء الله. طيب الرؤيه الاخرانيه بقى يا اخي استاذ عمام انني طويله ولا قصيره؟ برضه ابويا فيها برضه. طيب اتفضل يا فندم. بقى لي ثلاث ايام كده
ان والدتي نايمه معايا في السر انا وبنتي الصغيره يعني هي في الكليه دلوقتي. اسمها ايه؟ اسمها ايه بنتك؟ في البيت بتاعنا ده مبنى بالطين ده بتاع زمان. مش الجدران الحاليه دي. وبعدين ظلمه كانت طالعه لقيت الدنيا ظلمه فببص من خرم الباب عشان اشوف نور، شفت نور بس. قامت والدتي قايمه فاتحه الباب لقيت الصاله نور بس. قضيت الصاله بس نور وكهرباء قطع. فابويا نازل من الدور الثاني بيقول ان تقيدين النور لا. قلت له قلت في نفسي هو مش شايف ان الكهرباء قطع بس خلاص والله جازيك كل خير. طيب والده حضرتك عايشه يا فندم؟ لا الاثنين متوفيين حاليا. طيب. الاثنين متوفيين. تمام رحمهم الله. ماشي حاضر. ماشي جزاك الله كل خير. وجزاكي حاضر. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذة أسماء بتقول إنها شافت والدها عليه رحمة الله قبل أن يموت. رأته وهو يلبسها شاشا أبيض ومرصع كده بأشياء جميلة ما شاء الله. فدي رؤية مبشرة بالرزق وبالفتح وبحفظ القرآن الكريم بالأعمال الصالحة بالحياة السعيدة الطيبة برضا الله سبحانه وتعالى. فبسم الله ما شاء الله. وقلت لها يعني عشان اتاكد برضه قلت لها حصل لكم خير بعد الرؤيه دي؟ حصل لك؟ قالت لي الحمد لله خير كتير بسم الله ما شاء الله. ما هي الرؤيه بتبشر بالسعاده في الدنيا والاخره ان شاء الله وتعالى بعد عمر طويل مبارك. وبعدين شافت رؤيه ان هي مع بنتها اللي في الكليه بسم الله ما شاء الله. البيت اللي فيه مبني بالطين ده الواحد ما يخافش منه. ان شاء الله حياه طيبه فيها ستر وفيها امان وفيها يسر وتيسير امور وصلاح احوال فجميل جدا. وبعدين اعزكم الله شافت والدها جاي لها وبعدين شافت النور الصلاه فيها نور. النور ده تغيير الى الافضل يعني اجمل رؤى رؤى ان الواحد يشوف نور تغيير في حياته الى الافضل ان شاء الله تعالى صلاح احوال وباذن الله صحه وعافيه فرج بعد كرب. ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطيك شيئا تحتاجينه. سوف يعطيك شيئا ناقصا في حياتك في حاجة انت عايزاها من ربنا ومستنيها بقالك كتير ربنا هيديها لك بإذن الله. فالنور ده جميل جدا جدا زي برضو ما الظلام وحش ظلمة وحشة النور حلو. فأبشري يا أستاذة. وبعدين رؤية الأب والأم المتوفى والمتوفاة الأب المتوفى والأم المتوفاة في المنام رؤيتهما تبشر بالفرج إذا كان بهذه الصورة الطيبة الجميلة المباركة بإذن الله بمشيئة الله. فأبشري وبنتك إن شاء الله ربنا سوف يوفقها في الكلية وسوف يكرمها بعد ذلك إن شاء الله تعالى بالزوج الصالح بإذن الله بمشيئة الله. بسم الله والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الفاضل هيثم رأى في المنام أنه يقص شعر رأسه. الرؤية تبشرك بأداء الحج إن عاجلا أو آجلا يعني ما تستعجلش يعني ممكن بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد عشرة لكن إن شاء الله تعالى سوف يكرمك الله. حجة وعمرة. طيب نفرض مثلا ما فيش حجة وعمرة يبقى شفاء من مرض وإن شاء الله يكون الاثنين حج أو عمرة وشفاء من المرض. ربنا كريم يا أستاذ. شفت بتقص شعر رأسك كده هون يبقى في حجة وعمرة أو أنت عيان ربنا هيشفيك بإذن الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. الأستاذة سميرة تقول رأيت أنني أصافح رجلا كهلا في المنام وهو يبتسم في وجهي. رجل كهل كده عزكم الله يعني في سن الأربعينات كده هو شفته في المنام إن هو يصافحها ويبتسم له. رؤية جميلة تبشرك بالخير الكثير وبزيادة العلم وبقوة الإيمان وبسعة الرزق إن شاء الله تعالى وحسن الخاتمة بعد عمر طويل مبارك. وتبشرك بأن الله تعالى سوف يطيل عمرك وسوف يبارك فيه. ربنا يقول ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الأستاذ رجب من البحرين يقول رأيت قدرا في المنام. القدر أعزكم الله اللي هو الحلة احنا بنقول باللغة العربية قدر باللغة العامية حلة. شاف قدر في المنام. هذه رؤية تبشرك
يا أستاذ رجب، إن كنت تريد الزواج بأن الله تعالى سوف يرزقك بالزوجة الصالحة الطيبة المباركة، نسأل الله تعالى أن يزوج شبابنا جميعا وأن يبارك فيهم وأن يصلح أحوالهم، وتبشرك الرؤيا كذلك إن كنت متزوجا بالمنزلة المرموقة بالمكانة العالية بإذن الله تعالى، وممكن زوجة صالحة ومنزلة مرموقة كذلك الاثنين، لأن الله تعالى كريم عز وجل. والمال الحلال الوفير، تبشر كذلك رؤية القدر الحلة بالمال الحلال الوفير. ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، آمين يا رب العالمين. الأستاذ عمرو يقول: رأيت في المنام أنني أشم رائحة طيبة، رؤى جميلة. والله يا إخوة، يعني الواحد أوقات كده في المنام بيشوف حاجات سبحان الله كأنها حقيقة، كأنه حقيقة مش منام خالص خالص، يعني يشوف نفسه أعزكم الله بيأكل ويحس فعلا بطعم الأكل في فمه، يحس إنه شامم ريحة طيبة وكأنه في الواقع مش منام، ريحة طيبة جدا شاممها، فسبحان الله. شاف الأستاذ عمرو أنه يشم عطرا رائحته طيبة. الرؤيا كذلك تبشرك إن كنت عزبا بالزوجة الصالحة يا أستاذ عمرو، وإن كنت مريضا بالشفاء، تبشرك بالشفاء. الأستاذة مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة مريم: وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي حلمين يا شيخة. أنا عايز تعلي صوت سعادتك شوية يا أستاذة مريم بعد إذنك. بارك الله فيك. أنا عندي مشاكل مع جوزي، ربنا يصلح الحال يا رب. فشفت إن أنا يعني روحت البيت بتاعي، وبعدين أنا في الحقيقة بيتي ده فيه جنينة، فروحت لقيت الجنينة دي بقى فيها بحر والدنيا ضلمة جدا وليل ومفيش نور خالص، والبحر ده هايج خالص، وأنا كنت حتى زي سجاد كده على منشرة يعني، فبقيت ألم السجاد ده بسرعة على أساس إن الموج بتاع البحر ما يبلهوش، وبعدين انا فاكره ان النور مقطوع، فبفتح باب البيت لقيت مامتي فتحته قبلي ونورت كل نور البيت، يعني هو قدام البيت كان ضلمه والبحر هايج، لكن جوه البيت كانت الدنيا منوره، ماما نورت لي كل نور البيت ما شاء الله. وبعدين كانت بنتي نايمه في البيت ده على كنبه، انا عندي بنت عندها 5 سنين كانت نايمه على كنبه، فروحت انا شايلاها عشان ادخلها تنام على السرير، فلقيت في رف فوق الكنبه اللي بنتي نايمه عليها، الرف ده عليه شمعتين من قديم، والشمعتين قد بعض بالظبط. نعم. وخلص الحلم على كده، بس عندي حلم تاني. طب ثواني يا استاذه. اتفضل. والده حضرتك على قيد الحياه يا استاذه مريم؟ بارك الله فيها. طيب المشاكل دي في يعني ان شاء الله في امل انها تتحل باذن الله؟ يعني بس ما امل بسيط يعني. في مبادرات يعني؟ ان شاء الله رؤيه مبشره، حته ان هي انك انت شلت السجادة عشان ما تتغرقش من البحر، اللي هو البحر مشاكل، البحر عزك الله لما اشوف امواج وبحر عزك الله هائج يبقى في مشاكل فعلا يعني، والظلام مشاكل برضو وهم، لكن لما تشوف انك انت بتحاولي تبعدي السجاد مثلا عن الموج عن ماء البحر عشان ما يغرقش. لكن البيت كان كله منور نور مش طبيعي، نور كتير قوي. هو يعني النور كان وحش؟ لا ولا حلو؟ حلو يعني، البيت هو اللي منور. كنت مبسوطة من النور ده؟ ايوه كنت مبسوطه اني اتنقلت من ضلمه لنور يعني. جميل جدا، يبدا تغيير الى الافضل، واخد بالك؟ لما اشوف نور اعزك الله والنور ده انا مبسوط منه وسعيد بيه كويس. هو الحاجه ازالت على حدها انقلبت لضدها امتى؟ امتى؟ لما يكون انا متضايق منه، نور كتير قوي ومش قادر اشوف وتعب عينيا وجايب له صداع ومخليني متوتر وقلق، يبقى ده وحش، لكن انا سعيد بالنور ومبسوط يبقى تغيير الى حياه افضل ان شاء الله، حياه سعيده، حياه طيبه. والشمع جميل برضه، وبنت حضرتك عندها 5 سنين بسم الله ما شاء الله، يعني رؤيه البنت الصغيره بشاره خير، والام فرج والنور تغيير احوال، صلاح احوال. الشمع بقول لك في شمعتين على الرف يا شيخ. نعم. ايه الشمع ده بقى؟ شمعتين. انت حضرتك شفتي على الرف شمعتين؟ شمعتين مولعين. ده جميل يا فندم ما شاء الله، ده باذن الله بمشيئه الله في صلاح احوال، في تغيير، في خبرين حلوين هيسعدوا حضرتك باذن الله بمشيئه الله.
تمام، ان شاء الله هترجعي لجوزك باذن الله وهتفرحي بزوجك وابنتك، ويبقى في مناسبات حلوه هتولعوا فيها شمع ان شاء الله، وحياه طيبه باذن الله. بس خلي والدتك تدعي لك يا استاذه مريم، خليها تدعي لك، وخلي والدتك تتدخل في حل هذه المشاكل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرؤيه جميله، رؤيه الاستاذه مريم، تغيير من ظلام الى نور. جميل جدا لما اشوف انام حاجه وحشه وبقيت حاجه حلوه، ده بشاره خير، فرج من الله سبحانه وتعالى وصلاح احوال باذن الله. وبعدين شايفه بنت حضرتك عندها 5 سنين وعايزه تنوميها على السرير وكده، يعني في راحه بعد تعب، فما تقلقيش ابدا من الرؤيه دي. ان شاء الله باذن الله ان صدقت الرؤيه هترجعي لزوج حضرتك ان شاء الله، وهتعيشوا مع بعض في حياه سعيده وحياه طيبه باذن الله بمشيئه الله. نسال الله تعالى ان يصلح احوالكم وان يوفقكم الى ما يحبه ويرضاه، امين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستاذ عمرو، رؤية الرائحة الطيبة في منام، قلنا طول عمر، زوجة إن كنت عزبا بإذن الله، شفاء إن كنت مريضا، ربنا يقول ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالرائحة الطيبة جميلة في الواقع وفي المنام، بشارة بالخير الكثير إن شاء الله. الأستاذ ثروت، والله تعالى أعلى وأعلم، في كل رؤية نقولها حتى وإن لم نقل الله أعلم بأفواهنا فإننا نقولها بقلوبنا إن شاء الله تعالى. الأستاذ ثروت يسأل عن رؤية البعوض في المنام، يقول رأيت في المنام بعوضا، أعزكم الله، حشرات كده، اللهم سلمنا ونجنا، وخفت منه، شاف بعوض في المنام وخف منه. طيب الرؤية دي ترشد إلى إيه؟ إلى وجوب الحرص والحذر. البعوض ده شيء حقير، لكن إحنا بنشمئز منه، بنشمئز ونبقى عايزين عايزاكم الله نضربه ولا نطرده ولا نجيب له مبيد حشري ولا، فدي معناها ان في ناس يعني هم مش مؤذين قوي ومش خطر قوي يعني، ولكن برضه تحرص منهم وتاخد حذرك منهم. ممكن واحد يكون فاكره ان هو يعني مش مؤذي، ده ايه ده هيعمل لي ايه ده، لا خلي بالك من اسرارك، خلي بالك من امور حياتك، وكن يعني حرص ولا تخون ولا تستهين بأي شخص ولا بأي شيء، ما استهنش بأحد مهما كان في نظرك صغيرا أو ضعيفا. الرؤية كذلك ترشدك إلى وجوب المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر الله عز وجل، وتحذرك من الكبر، ما بيبقاش في تكبر، وتحذرك من الغرور، وترشدك إلى وجوب التواضع. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اللهم سلمنا ونجنا يا رب العالمين. الأستاذة حمدية فتحي تقول رأيت عمي المتوفى يسبح الله تعالى. نعم، شفته في المنام بيسبح ربنا، عمها المتوفى بيسبح ربنا في المنام، رؤية جميلة وعظيمة، تدل رؤية على أن الله تعالى قد غفر ذنوبه وأحسن خاتمته وأنه من أهل الجنة. وإذا رأى إنسان في المنام، الحي بقى أنا أو أي حد من عباد الله، شاف نفسه بيسبح في المنام، رؤية تبشره بسعة الرزق والبركة في المال والخير كثير. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم وحسن مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.